غمضوا غمضوا سعيد غمضوا غمضوا اللي بيغمض مش بيطلع من الله. خمسة عشان تطلعوا. ارجعوا
اليوم الهدف من اللقاء هو لقاء ترفيهي تفريغي للأطفال. استهدفنا الفئة العمرية من صف أول لصف رابع، تقريبا 60 طفلة. الهدف من النشاط هو ترفيهي تفريغي بظل الأزمات اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، وتحديدا كمان الضغوطات اللي بيعيشوها الأطفال في ظل الكم الهائل من المنهاج، عدم توفر أماكن ترفيهية للأطفال. ففكرنا كتير أنه نعمل للأطفال تدخل بالمدرسة عن طريق اللعب. كان اليوم اللي قام بالنشاط هو عدد من متطوعين برنامج الإرشاد ومتطوعين جمعية المرأة العاملة، هم طلاب خدمة اجتماعية قاموا بفعاليات عديدة كان الهدف منها ترفيهي تفريغي للأطفال. واضح أنه في احتياج كتير عند الأطفال بالأنشطة التفريغية، وخصوصا في وجودهم بالمدرسة.